السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا ميكس ودنيا كي جوبتان ونغا داوانيسان كوسو دواده برنامج عصوب انا اوغو مغادرني كولنكا شيبيلي سومالي شانل برنامج كان ايا نوقدونا حدو الله ادمو برنامج اي سؤال كوسو ويدي دونتان شيخ محمد شيخ محمود محمد شيبيلي وكميدا علماء الصوماليات شيخي اوغو هورين كوسو دو استوديو لباد تي في سومالي شانل كولاي مغالده نيروبي. شكرا جزاك الله خير بارك الله فيكم. سؤال أوجه الرئيسة الوسوي دي أدان كبل أو نقف أي واحد أولي هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنكا وحرب شيخنا كودي سؤال قصاب صنكا جلك جميلها الدولة ملكم إذا أي بيجا جلنا عنق الصومان من أوجين إن صنكو كجوا كديب أيان أوجد جلي مركب معن تاسي مساق لين يا مس ما دام أنا أوجين صنك معن تاسي ويجرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد سائل كسيدة سواش هو يدي أدان تحرعو صنكو كما تشبيه ما دامونا نغين إن وحيابها سي صنكو كتشبان وحيابها صنكو تشبيه مركي تشبين أيان وحالة دونية شروط سدحة إن لهلو شردية كوباد قفك إنه قرانا يا وحني حرام يا وحسن شبينا يا إنه يهي باشر ديا وحيوغ عن شرعان إيه جهل يكون مراي صونك كما شبيه شر ديا الله بادوا إنه حسوسا يهي صون كيسي وحي هلمان كم مرا سوا هلمان مي صون كيسي سغنا صون كما شبيه شر ديا سدح دوا إنه خيار ليه وحي خيار كلاقا قادو أما الله قص بس يكره هذه اللي يراه ذو سكان الصون كم تشبيه يدو مراه الدولارين يحكى قران عنتي عبيتاني بيه وحلا مذا ويجودها علم ذو الجوف كوية قانان أما أنت جودها الدولار شيء وجود بان أي تي حيوها الصون كتشبيه لكن سيد السائل كل شيء يا وحام مقن شرط دي قرار شذا يلو أقل هاي وحني الصون كينو تشبيهها صدرت المسألة ذي الجهل جاء وسن قرانين بعد الداروه أما سكر هذه اللي يرى هذا شروط وكجتشبين لها يو كمذاها إنه قرانا يو شرط كمذا أيار لواي صدرت القف كاسي صون كيسمتشبين أيو لكن مناسبة ده محن ربعنا كل يجي قريام وكوان يدت كمسلمين تا صون كوا عبادة واتشوا سنة والبصر نقطة أحكانتي سئن لبرتو واحد شبيه سيد وقاصحه جزاكم الله خير. شيخ سؤال الله بعد waxa gabar ayay waxay leedahay waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan rabaa in sheekh li weydiyo waxaan leeyahay uur yar marka dhowr jeer ayaan xanuunsaday anigoo Soomaan dhaqtar ayaa li geeyay waxa uu yiri soonka iska fur oo dib dambe ka qallee marka sheekh hadii aan yeelo talada dhaqtarka waan soonka furo iyay dambi igu tahay alxamdulillaah jawaabtu waa maya waad yeeli kartaa umumka ayadana way soo geli karaa qofku markuu xanuunsado فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قفكي شرا أما سفرة أي أفرة مع المدبك قضية أوركنا مركا لنا أوركا لقى إيقنا حديث كان سيدنا مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه وكان النبي وكورني صلى الله عليه وسلم إنه يري إلهي قفك مسافر كا صلاةها نسكت بكعفي معنا أفر أفر تكوى الله والله برك عود بلقع فيه وعن الحملة والمرضع الصوم قف كبرده هو أنت أورك له يمد أمشا هنا صوم كوى لقع فيه وواجب كماها وقت يسين يكون صومان صدرت الجبرده مركا أي صوم كأفر توي وبنان تهاي ما دام يا حنون صن تهاي أور لا ده هي صوم كنا دي ما يلا والسبب باي سوق يمد بالله ده كرا حنون ك إيوه أورك أيلها ده والله صو مثل بجار إن يجوا أفرطاء وبنانته كدي بعد يا ودو دي بيكسر قضايا نيسا سيدا دختر كله تريينه ويسحنت هاي حق هذا توب الله توفيق شيخ قف كلا يوحى لي السلام عليكم وحروين لودي شيخة وحل يلا هذا الديمقراطية ده يا مامور دين تسلام كل سنة محاولة هي الحمد لله مصر هذا الديمقراطية ده هي دولة دين كل سنة وحاك يعني ظروف المسلمين تهدى أي مريان رجال بيت كنا أي كان يصدى سوى كلام مرين فكر كان رجال بيت كي يمد وكسا ليسنا قيود إيا حرقة دينيد وي كان يصدوه سمايستين ويددك كوحا نبين ويكو عذابين كعدون كسوهر تشيدي
وكان يصدق يا مامل كذي عود ده إن اللي يسكر ريحه بوحاك على تي ربيتان كضد كأيوه وحي كان يصدق يبادري ذو أي وتين فكر كنوع عاسه وهو كجد مكرا أما لقيا با إنه يعيشه وضن يا وضن مضن عن مسلم كهين أما الدين أنت إسلام كهين ديمان لا تحريفيه مر والبنا بيب الله ضوئي كتب توضا وح عصب لوجود دريه وإذا دذا كان يصدها أما الدماء ماشوا ذا أتشوا جنا ضد كأي حق وذا كدو الملايين ودب ذا نقول جيستين بوحاس سببتي إن ضد كأي حميري كريوايان الكاسة وحاك صوب هذا وحنا ربيتان كضد كيو ككان يصدع كلا دول تامر كلا جسوا جدبو مسلم كو دي ربيتان كمسلم كا يا ربيتان كدين تيسوسكم يدوي مك الإسلام كم مكة لها وحلا إلى الدولة ربيتان كضد كا هي دين الدولة دينة مكة لها وعمرك ضد كا مسلم يهندي وهي جرنا يان مسلم نماذج هي وحي كديانته الضبوا وحى لجوا على ديمقراطية دولة دينية أما الدولة المدنية دولة دينية مك الله يسبربر نجايو دولة حدود دينية هي حكمات دينية هي حرر هي شرع الدينية كل نقميسة هي الدولة عن كل نقمينه ضد كأي حر يهين وحى يجود دون يان وحى حلال يان يوحى حرام تنميان وحى أقول يهين وحى دين يان عن دين أود كل هين شقنا كل هين قوان كودية حير كودية دقن كودانا أين الحكمين كريم لابدا سيدا أكلا دوان تيددك مسلم كاين تانقنا هاي دينتو ويوضر روان وحسيفي عنو نقال لا إيه هاي ددك مسلمين تيهي إن بضان أقول الله أمباك هايسا إن بضان سي قلدا لو ترجم يسا درت يددك مسلم كي هي دينتو هي الدولة الدينة هي الدولة الديمقراطية معها شعوبة المسلمين تتحضوضة إلي كهر قشرة أما معناها سي أريغاسي وقلمها لكن مسألة ذاني هلا رمان ربائران براروشيو والله حريرتا مسألة الديمقراطية دا وانا مسائل هذا سي آدو بادن وقت قرنا أسعدا وذا دب بادن سيابك لدوان ودرفاسوك لتشيدا أي أسب قدين مسألة الديمقراطية دو مرنا وفكر إيا منهج أصلا مرنا ومفهوم كي يفهم كدتكو أي كهستان وكلا دوين يرنتي فكر كأصل كي هتي عن شغنو كسو تشري قلبتكو حرقة يحدود ديمها إن لغو حروبه تدكونا حرية رأيي أي وياشان وحكستو أي سامين يان حن إيسان حلالي حرام فكر كسيداسة الديمقراطية دا الرابيتان كدتك يوحي دتكو ربان با دقنا وحي دتكو ربان با صحه وحي دتكو ربان با حلاله وحي دتكو ربان با توسن وحي دتكا غار اهان دي دتكو بقول بقول ما نكون كران وحن ماجورتي اما مش لو بدن هي الا يرادو با رنتي دتكا متل يا ليرادا او دي واس كان قاعده دقنا شرعي انه اقول يحي دعه لو بدن هي ان لو تيريو مكا ربيتان كا دتكا مركان لينهي دتكو مش او بدن هي با ربيتان كا دتكا اي كدغنت قابك سيداس اه وفكر كي مبدأ أصل كها إسلام هان يدين هان يعقيد هان قفك مسلم كي وحو أقبالي كرمه إن لي يراهدو ضدك وحي الربان باسحان وحي كسهر تشيدي خلافان وقلد ولو دين هان نغده وآيات دي وحكا دوان ضدك هدي الربان سنة دي النبي وحكا دوان هدي الربان وحي شريعة دو حران تين ميسي إن الله سمي أي الربان ضدك الله بني هايز قرسي هدي الدهان تاسع صحان وحي دي داخل دان dadku hadii la yiraahdo khamriga hal la fasaxo fasaxitaankeeda saxan taasi waa fikirkii asalka ah ee galbeedka kaga soo bilaabatay way laakiin dunida muslimka markay timid iyo shucuubta muslimka markay adeegto iyo xataa qaar ururada islaamiga iyo culimada muslimiina markay adeegtay fahamka laga haysto markaad waydiiso kasma wadaalik waxa arkaysa waxa fikirkay ka haystaan marka la soo ururiyo saddex qodob oo muhiimsan koow in la tartamo kursiga iyo doorashada loo tartamo oo doorasho xor ah dhacdo la tartamo nin walba is soo sharaxana waxa san qabana waxa san qaban yiri la yiraahdo koow qodobka labaad ay ka haystaan waxa weeye kursiga madaxtinimada in la isbedbedelo oo ninba muddo intuu jooga dhaco nin walba maalinkiisa yimaado oo shacabku dhinaca rabitaankeedu waxay ka noqon hadba kay qofkay rabaan ay doortaan
هذا بقف كي ربان أيوة عذيان أما الشخص هن قذوب عذيان أم حزبه عذيان قول قصد هذا يدتك كفها نسيهين وحل إلى حرية الرأي قوي إن يدتك هذا الكران ولذلك مركز الصحافة ضي وحبا الله الله دين بالله الله سياسة بالله الله دد بالله حري وحبا الله ديني حرب الله دشيل إلى هذا ماشان ديمقراطيات كم شرتوا كله حكوا ذا حرية الرأي كم شرتوا مروح كله هاي ماشان نمام بأسكه هاي استوى سكون دلوا كل ما عمرك كل ما يسوى يمشي الديمقراطية دي كم شرط حكوا ذا اسبدل الحكم ولا كلا قاعدة مشيران ماشى نم بصوم مع عبادتك أو عدم بام مع عبادة الديمقراطية ما شرط ماشى دارشة ما شرط مرك واحد مهمة بس أنا ما حصل أولى هاي أحكام تشرع عبادتك مرك الله سينايو ما معنيه أصل كلا وسيا مس مفهوم عبادتك واحد فهنسي هنا هاي استان يكرر ما يسيهم بلا وسيا تنباصحن أقل شيء واحد النقطة الشبهة دي ليس ضدك واحد ينفهم سنة بقبان اللي جراده تا واحد الله يسأ مسلمين تو الله بعد كار كيس الله بعد بقى ديمقراطيات بان ربنا ولا جوا ضد دور شوي ما ربنا الله ترتمه ديمقراطيات بان ربنا وحن ربنا دول الله حساب تمه إيو كرسي كنا رئيس بدبدلة ديمقراطيات بان ربنا إيو حرية الرأي بان ربنا في نفس الوقت واحد مقل يسأ يقول الدين تلو نقم ربنا دي وحي هو روحو هاد ديمقراطية دي فكر كي أصل هاي الدين بو بديدنا لكن قف كان مسلم كي الدين ما نكون نقمينا ديمقراطية ما نرمنانا له معنيه أصل كهاي الرجال بيت كي يدد كوضو شعوب توضو كسو أساساتي امتوضا بدن من يقان من قران اي امنا تشيد إن هاد مفهوم كا أصح دو وريريقا ديمقراطية هاد لهينة دورش عن ربنا اي وحلا مدد اهنا وحلا قرتيوي لكن هر كامركو مرأي فيل سمارتي ديمقراطية ما نرمنا ويري تيبو أولاد شيدا حكم ما انصاري وغلط ولذلك مركز اللي ليه وحبار الحكومة يا ذاتك علماء ذا قران ايا اللو داي قفو الله وقوبة هيا مركز اسمو حكومة ايا انو ذاتك وحف عرفي قوضة يا استعمال قوضة يا وحي اتشيدان يا ريغا معنهيسة وقران ايا حكم كشرعيان ايا قانو لكن ذات ديمقراطية دي اصل كي حكم كذا شرعيان ايا قانو لكن استعمال كي مصطلحة ذاتك وحي اوذان ان اقونن باوحي بالله السمايين إنه يرادان تي قال هذا اللو تشيدا مفاهيم تا مسلمين تا اوية قانا مكرا ولذلك مسلمين تا وحالة يرق علومة وعلامة وديمقراطية الإسلام اللي في إسلام كديمقراطية ديس إسلام كو وحوة البدد كو حلاليان كما وضو إساقع بكها اللي لكن إسلام كو دور الشيء كو سيسبدل يحرير رأي إليه هاي بكها اللي تاسو وان ديمقراطية دو هايستا صدرت دوحان ربعين كسو قرآن دو فكر كديمقراطية تا قلبات كو كغصوا باللوضي فكر إسلام يا مسلمين أقبل كلام معه دين تاني عقيدة دينو نفكر يحنباري كرتما لكن دين عاكالي شعوبة مسلمين يقول ربنا الإسلامي يرقع ربنا المسلمين وحبضنا وحق قري باوحي كهالليان آلياتك أما دور الشأي حرية الرأي وحن باي ديمقراطية دقوية قانان إياقول إلهي الله قبق دين تالله نقوم هلوسوه قانسمو مسالة دواء خلدان تان ميدان خلدان كان عيدين كخلدان ما هاني مسالة قاركود هل كلالا قاريو وحان لفهن سنين مجتمع وحي كهالليان إيو waxa xukunku sharci u yahay dadku waxay u jeedaan si la isu waafajin lahaa waxay noqotay xukunka sharciga iyo fatwada marka la leeyda fuulo waxyaabahan saa isu qaadan karin oo kaleeto meel ay ku haboonayn in la dhigo taana dadka daawadayaasha iyo erayay u gaarayo waxa raba inay ku baraarugaano misrada aqalla shay shubha maani'a way marka diideysa dadka ahkaam khaldan in la saaro naam adoo ma santa sheeqi wiil kale wax uu leeyahay waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kenya waxaan rabaa in sheeqi la i weydiiyo gabar ayay reerkeedii ii diideen ayadana way ogashay marka miyaan isin ka xasagarnaa gabadhaas alxamdulillah gabadhu hortayda weyn baad aragtay waqtay uur ku jirtay ee calool ku jirtay iyo intay weynaatado iyadoo labisan oo sharaxan oo quruxsan aad aragtay waalidkan ku diidan baa dhalaysoon oo koriyay waxay ka baqayaana waa dibkeeda waxay la doonayaana waa wanaageeda adigu bari maanta waad ka yarashay bari hadaad isweydaan meel baad kaga dhaqaaqi laakiin ahalkeedii reerkeeda mudan da gabadha guursanayso gabadhaan rabaa reerkoodiina ma rabo sax maaha laba khiyaar baa ku furan gabadhii hadii ay ku anfacday iyaduna ay u haysatay inaad anfacday in waalidkoodii reerkoodu ku yeelan waana ahayn khiyaarka labaad inaad maxkamad iyo qaadi tagto iyagiina loo yeero sababtay kugu diideen ay sheegaan
صبت صواب الشرعي قر وليهن هداي التهينة هذا قر دارن قاضي وقابته اللي قيل هذا بناك كمر جوانا وقر دارن تاه قر بيوليهن يكون ديان هداينا قر ولا هينا قاضي ومركا كو قصبو يلا هذا جوانا جورية هداي جوري ويا لنا لو ما لو ما بحنا يجا وفرد يا وجبدي كوم هري جعان تنا القبصته هكذا وحكا قرتي جوانا والودي ذكره صواب الودي ذكره إن الوجران ينبع كمذا لأن قبل يقف بني آدم والمهد هذا حلك يسقاض يساعي وهنا يكون آمني كران حلك وهنا الدين هذا قرن يان وهنا أخلاق هذه الدبعة هذا قرن يان وهنا الدظنمة هذا قرن يان وهنا الظروف هذا قال يقانا النبي عليه الصلاة والسلام قبل با أتبت قبل عدد كتشرتوح وكجري هذا عدد كورنا ماتو السوء قيسي قور كاك بكي عدد كورنا ماتو أتبت وحيت إلى لونا الصحابة هذا كمذا بني والبيجيت وقولي على حلا نقول حقولي لا وضعه يسكت ده ده دقو قول لنا يرى وقت كان شو قال نيروي شو قالته لكن وحال لقاه الله يحدث كهلا لا بس حابي واي نقول حقولي لا وضعه يسكت ده ون السبب أي متكود حقولي ودل بدنيا هنقول كي يبرك بعقرب كأسرة قط نكادين معي ونن قد بعاد حنو قاعن قاد بدن متك كلانا ما ده بعاد حنو ونن أخياروها لكن وحير الشيء اللي نسكوما فرطه بيل كاقية مسؤولية دادا مقاذكر أما معاوية فصعلوكن لا مال له الشيء اللي نمهيسته نسكوما فرطه تيريركي هذا نقابل دي واحد قولي كو قيسته يا واحد كو بيلاته يا بمهارات اينا كو قبا آميني كارين دي عدلكم أطوري كان نقابل دوضا دابي عدد هذا هديري كو آميني كارين وبرين تغمى دا حكاد دخارتوات قعانتا كتشي بيسو اي كبا قيانا قرب يوليهين يغنا وحال لغرب اينا كو صوب باران ودو قفك الدين يدبي عدو وناكسن يهينا قبلها الله قدره لكن لان يرى وحان ربنا إلى هذا قبلها هو على يدين ديدي كرا أسباب عدو الدار شرعي والذين كو ديدي كرا نوي تشيران حلال افتين بالقشا لكن هذا هذا التراضان قبل هو إيربتا وإيد ديدين قرن أمالها أذيقا الدعوانا أذيقا أنا إسو حكومية عدسة دحادو يدين لغي ستاد وباهانتا الدعوة دا دي قرن نقصي قاقا يا دعوة دي قرن نقصي قوضا صدرتين أما قاضي قاد أما قبل فراحي قاد وبالله توفيق شيخ gabar ayay wax leedahay shiiq magacaygu waa gabar Soomaaliyeed waxaan joogaa Itoobiya waxaan hadda ay haas inteenu guursan wiilka hadda ay qaba hooyo iima ogaleen marka hadda waxaan isku qabnaa arrinka la yiraahdo qabsilada shiiq maxaa dambiyeega soo gaaraya meherka aysan waalidkii ogaleen alxamdulillah nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa ka sugan la nikaha illa bi wali guurku ma asaxo hadaan wali lahayn وحال بعض الكسر من حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل كبر كستو قرسته وقال إن شاء الله أنت ولي جيدة أما ولي جيدة وقال إن شاء الله جهي سنين طبعا قاضينا أصلا كعمدا في الحديث كذا سوى الشيء نكاح هذا وحبك ما تشرو وحبك ما تشرو وحبك ما تشرو سدح ترى النبي كعلي عليه الصلاة والسلام إن وداد كوجي ما دو كوجي هذا وحي النبي وحبا كما تشري وحبا كتشرة ورميشة كتشرة أضنا هذا قبشة أما نكتو نكتو ورميشة كتشرة معها قبر ناسي قد بصير هذا أي مرتي قور كاسي ما أصحن مهر كاسنا ما صحنا وحي أباها انتهي هدي ويري والد كيدو سنة وقلانين انت أي كان عند عيانا وقليسيان ونا شاقان إني مهر كي صحان هدي كلا وذا تشوقو أي كو وذا تشوقان خير يقول لك كلهن حرام وين ما بنانا حيرك يقول إذا نحن مريانا ذنبي ويا ما بنانا وذنبي إيه حير يقول إذا حرامه أنا أقول لهم معي ومليه حد يزين عند مضاتين مليه المهديو نشينا باب كلام ويو المه أبيه كان عليه والله أبترين يقعد بصير هذا كعجل عليه بوكو أبترساني والمه يسوي ذنبي مجرين أبتر كيسان الله الله من معي مناسبة بضان أو كلا نوان كغاحد لي لكن وحان ربعنا أنكو إراهدو مهر كاسي ما أصيحن نص كان نبي عنا سداء هدية دي توبية تشوكتانا سومالي دي توبية أي شافعية يهين سداء سامتها بك شافعية دا إنو سن مهر كان أصيحن مهر كاسي ما أصيحن صاد درتاد قبار دو تشيتك أفراني يويل كمركة كوبات هدية سداء اسكو قابين والد كنا أوسن أو قولانين أوسن رالي كان نقونين horta labadoodu waa inay kala guuraan waa inay hal bil
ومحل عادو أي قبره هشوي وارد كنت لوشيغو مهر عصب وصحن إن لا سمعي وي كان كين لوسي وده شوغي لها مهام إلما هتشوغو أما يانو شوغي وبالله التوفيق شيخ قبردان لبسو على صوت درستي متك لو حي الله ده عانيقو مانتو إذن سومانا هدو يجب الصوم كي وقت أفريقيا الصوم كنا أنا جو ما تدون صوم منا هدو صوم كي يجب حلي أفريقيا صوم كم يجي لما صوم علينا يا الحمد لله حلي أفريقيا هذا دو كشيد أنت أولي قرحة دعين إيه لكن صور دواتي صح دي لو كشيد وقبل ده ما يوم مشو أنا عادة كل عادة أما وحيابي صوم كتشبيني أي كوي مادان أنت قرحة دولي دعين صوم كأو كتشبيا ما نتانا دي بكسوق الله ينسى عبادات كسيدنا وكالات ايه وقت بالله وذا وقتنا لما عضنا ان كلا حالنا هدي قيبي برتا قيبتك لا واي برتا كما دوانا اضو صلاة كان ايه واتحيات كودن بي اوفر ليا هدي ويسادو كاتشبت محاد سمين الله دي صلاة دي بكسوق بالله وسوى ويسي سوا تانينا يدو دن بكمالا وحكا اوود بان هدو كي يميدو عادة دي امولي يا اكو تميد اما حانون يا الظروف ايكو كالفت qof inta baa isu yaabo wax abbi kara waxyaabi soonka jabinayay qaab uu jabinayay haday u dhacaan iyadoon qoraxdu wali dhicin ilaahu baalkeedana hasi muuqde soonka uu jabaya maalintana gabadhu way qadaynaysa hadii laakin xuqtiga afurka ay uga jeedo qoraxdu way dhacday hadna haday dhacdo de maalinta way saxdo way dhamaatay ama hal aadama yaman la aadami wabillahi tawfiq sheekh wiilay wuxuu leeyahay magacaygo waa saalax oo ismaan waxaan joogaa nairobi waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo laba su'aalood su'aasha koowaad sheekh saxuurto marka sheekh saxuurto marka la saxuurinayo adinka labaad adigoo maqlaya aad u maleysid adinka koowaad adigoo saxuurto cunaya maqlay akhinkii sidaas miyad ku soomaysaa mise soonkaas waxba kama jiraan alxamdulillah su'aashii horeysay ka soo jawaabnay baa jawaabteeda halkan iyadana laga garan karaya qofka hadii uu moodayo wali habeen inuu ku jiro wuxuu jaahil ka ahaa in maalin la gaaray cuntaduna xaraam ka noqotay waa adaankan uu adaanka hore moodayay ama adaanba ma maqal oo habeen weli inuu joogo moodayay sidaa haddii uu yahay cala saxiixi min aqwaali ahli lcilmi sida raajixa ilaah aniga soonkaa wuu u jiraa laakiin aqinka markuu maqlay buu joojinayaa dee cuntada iyo wuxuu gacanta ku haya iska dhigayaa intaa uusan ogeyn ee uu moodayay habeen weli inuu jirana سونكي سحور دمي مايس حين قريسا قاعدة علماء يرهدان الأصل بقاء ما كان على ما كان أصل كهبين بيهاي وهبين كيدي إلى عدين لهلو حل لقى نبقى عدي صلى الله عليه وآله وسلم وحاو دليلة ملك الله يسود قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى عدينك يمدوغ حرق مدو يحرق عد وصلاة الصبح إذن كلا عدادان عن تضع عنا ليل حبيك من صحابة كمدة رضوان الله عليهم أيا وحوم موذي عدين كحريق الله بحريق وعادي إن لو تشيد الله بدا حريق إن لو تشيد إن أوقع التوابري إفتين خط كمدوية خط كعدبا لو تشيد الله بحريق بسوقة طول منا مدوية منا عادي هاي كاسو بركن تسكا قشادي هوست هذا مربوافيريا إلا وكالا قرطو اسكعنا دي مالين بيكون نقطة مد مركو وذي بو نبي او شيخ عليه الصلاه والسلام وعن مصاصا سمعي يا وير نبي وحل انك العريض القفا روايه قال كنا وحي ليهن ان وسادتك اذا لعريضه برك انت هذا مركه وي وينت وحوغي ير دوهنان بو كتلمامي ما لا سيدي ان اي مساله كو هوس بخدو سي قلد او فهمي او عركا اي وا بريغيسا برك ان يقدا تونا لو ما قرين اي حرق لهوس غليو اي حرق وما خلد او قات نينكاسي وحو عن جيري سحورتي كدي iyadoo waagu bariyay isagoo mooday wili habeenkii waqtigii la joojin lahaa inaan la gaarin soonkiina soo celin lama dhihin wax soona soo celin la yidhina malama jiraan saa darteed haddaad moodaysa wili habeen inuu sii jiro oo kadib ay kuu caddaatay xilli aad wax cuntay waa beri inay ahayd soonkaaga waxba u dhibi mayso su-aasha labaad uu soo dirsaday sheekhii waxa uu leeyahay adigoo sooman ayaa duhurkii seexatay adigoo hurdiya ayaa junuubtay soonka miyuu kaa jabaa الحمد لله مايا صنغو كامة شوية قفكو مركي هردانا تكليف مصارنا وفعل كان فعلو كاسو سبيي معه وحن إماتن كيسا إساقا خيار كيانكو إماننا شروطي وحن كسو مرني
aan soo tilmaanay su'aashii u horeysay jawaabteedi inuu qofka khiyaarkii waxan ku sameeyo tan hurdada kaga timid lama dhigi karo qofka khiyaarkii uu ku sameeyay sidaasayna sunnada nabigu tilmaantay sallallahu alayhi wa sallam walidaalika waad ka qabaysan salaadahaagana waa tukan soonkaagiina waa ku jira haddii adigu aad awoodo aad wadi karayso billahi tawfiq sheikh gabar ayay waxay leedahay waxaan kala tagnay nin anigoo uur leh dad ayaa leh ninkaasi wali wuu ku qabaa waxaan rabaa ma ka furanahay mise waa ay qabaa waxaa laygu furay laba dalaaqadood alxamdulilah gabadha uurka leh dalqaddu way ku dhacdaa wayna furantaa dan wax kaloo diida jirin uurku ma diidaya bal wuxuu ka mid yahay cidooyinka marba gabadha haddii la furayo in lagu furo ay fiican tahay fatalliquuhunna licidatihinna haweenka la furay ciddadoodan ilaahay wuxuu ka dhigay waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday dhacdooyinkii ka mid ahaa zubayr bnu cawaam ayaa xaaskiisa isqabqaban jireen uur waxay ahayd fool ah oo kama dambaystii maraya salaad subax ka hor baa waxay dareemaysay xanuunkii foosha inuu furana way rabtay waxay tidhi zubayrow hal dalqad dhagahayga niyaha ugu raaxe wuxuu saas arta haa waa yahay wuli hal dalqad dalqad waan ku furay salaaddu iska aaday isaga mooga xanuunka foosha haysa intii uu maqnaa bay umushay xoogay markeedii soo yar bariistee soo noqday iyadoo umushay buu u yimid waxay tidhi maca salaama niyaha waanday furtay ciddadiina way dhammaatay nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi arrintan farahaaga way ka baxday zubayrow arrinta arrin fara kugu jirta maaha saa darteed gabadh uur le baa la furay wax yar kadibna isla salaadii subaxii intii lagu maqnaana way dhashay ciddadeediina way dhammaatay marka gabadha uur kale way furmaysaa waxaa soo haray labada dalqadoodee lagugu furay ma israacayaan mise hal dalqad bay noqon waa laba qowlo ahlulcilmi waa ilayhim raxmat ullaahi calayhim asaxuhumaa daliil ahaan marka la yidhaahdo hal dalqad baa dhici waay marka meeshaasi gabadhu way furantay hal dalqadna way dhacday laakiin waxaa soo haraya dalqada ma ka horreeyeen oo rajactu ma idiin furan tahay mise ma ka horreeyeenoo hal laba ma ka horreysay kale haddii laba kale ka horreysay de saddexdii way dhammaatay haddaan waxba ka horreeyna ama hal uun ka horreeyeyna dee rajactu waa idiin furan intay ciddadu jirto wabillahi tawfiiq sheekh waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waana su-aashii ugu dambeysay ee su-aalihii ay dadkiina soo weydiiyeen qof ayaa wuxuu leeyahay haddii qof uu ka toobo keeno inuu dib dambe u qaadan ribo balse gurigiisa ay yaallaan sariir kuraas iyo alaabo kale oo lacag ribo ah lagu soo iibiyey xukunkiisu muxuu yahay muxuuse sameynayaa alxamdulilah horta towbadu haddii sideedii loola yimaado insha allahu ilaahay wuu aqbalayaa towbaduna waa inuu wixii horena ka hadho waxa uu hadda wadana sii socodna ka joojiyo ka hadho wixii dambana ilaahay istikfaar weydiisto ka nidaamoodo ka shallaayoodo inta hadduu qofku isku daro asaas ahaan horta towbadiisa ilaahay waa aqbalayaa ilaahayna ribada markuu ka hadlayay lafteedu yidhi faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fantaha falahu maa salaf waamruhu ila allah ninkii wacdigii iyo waanada rabbi soo gaadho oo markaa ka hara waanadii iyo wacdigii rabbina qaata wixii tegay isagaa leh bimacnaa qofkani alaabta uu ribada ku soo gatay cid milki la hoosu celinayana aynan jirin towbaduna waa u furan tahay haysashadeeduna dembi ma aha iyada inuu haysto dembi ma aha waxaa kala duwan culimmadu laba ay ka hadlaan alaabtan aad ku soo gadatay ribada iyo lacagaha aad ribada ka shaqaysay oo faa'iido ribo ku soo gashay ah lafahaagii falakum ru'uusu amwaalikum alaa iska leh qadarka ribada dheeraadka ee faa'iidadii account iyo bangi kugu jira kuwaas waa la isdhaafiyaa wixii aad cuntee kugu tegayna towba iyo istikfaar baa lala yimaadaa alaabtan ribada lagu soo gatay hadday tahay caqdi iyo heshiis ribo ah lagu soo gatay oo lacagteedii iyo lacag ribo aan bixiyey dee tan iyadu ribo maahe ribadii waad bixisay bixintaa dembi ahayd bixintana toobay u baahan tahay tanna adigaa iska leh oo waad haysan kartaa
هدي تاي معنوه لعكره كاشا والربا إيجا صوغا شيء بان أرابتن كيب سدينا هل كي لعكت كاش كي الربا دا لمرين لها ويس دافين تا هابات مرين إيسا ويسو آشن لبدا بوادع كرتا أرابتن كسو جيدا الربا دا مجتمع أنو الربا يكسو جيدا عقد الربا عن كوكا تيبي ويبير كخاركو دي لهذا هدي لعك كاشا هاي وهانتي راسا ماريا الربا حربا كاسو غالي ribixii ribadii aad ku iibsatay daribaxay wuxuu dhalayba waa la isdhaafiya faracuna asalka xukunkiisu qaata naqdiga iyo lacagtaasana asal ah hadiisa ay tahay adiga soo gatay alaabtan qaqdi ribi heshiis ribaadna ku gashay ribadiina waad bixiso meel aqdigi kaga noqoto malaha alaabta ada iska leh bixinta ribada aad bixisay baa dambi ahayde alaabtan ada iska leh wad haysan kartaa oo isticmaali kartaa billahi tawfiq داود الوحن سوغر جبجودي برنامج كي كولنكا شيبيلي يا صومالي شانال انت انا برنامج كي سوغر جبين شيقي هل كلمة يلوك المحاجة على انك سوغر جبيسي الحمد لله بحن كوزو جبجوين لها لبا مصدح كلمة دود كلمة دو كوبا وحن ليه رادتك السائل انت السؤالها سو ويديري صودري سؤال شو وحباهي كترجمية لقنا اوباها هالنقط سؤاله سدح قابا ليسو ويديا إن لغة شيدة فائدة أما دوغ مركا باهيدة إذا إنا القبطو أما دوغ تهيداد بضان والقبطو ويدي نيسو تاس هو أصل كسؤاش ساس تواتي لهي فرايدات كفسروا أهل الذكر ليري إدي قرانا يسان إلي كتشوابت اللدوني إدان قرانا ينين أنا مسألة قريب سؤاش النوع على بعضي ليسو ويديو ويولبات inaad sidii qof afti qaadaya noqoto bal wadaadkana weydii bal kanna weydii bal kanna muxuu yiri taasi ma tilmaamayso qofku in waxan waa diin iyo su'aal diineed iyo su'aashana ajir laga helo jawaabtana ajir laga helo rabo ma tilmaamayso ikhlaas amalku inuu yahay taasina ma fiicna su'aasha nooca saddexaad ee dadku isu weydiiyaan waa su'aalaha maagitaanka ama isku dirka la yiraahdo inaad qof qof ku maagtaad rabto ama koox koox iyo qof aad ku maagto ama dad inaad isku dirta aad doonayso kuwaasina qasadka xuni wuxuu fasaadiyaa qofka camalkiisa qofka la weydiinaya ay kuma qasbana su'aashan uu ka jawaabo su'aasha kama jawaabayo dhihi karaa ma garanayo dhihi karaa waqti kale inooga dhigo dhihi karaa marka qasab maaha ogow qofka su'aasha aad weydiisay adoo khiyaar baad leedahay xor baad u tahay su'aashaad rabta inaad saa rabta u weydiiso laakiin isagana xor buu yahay inuu ka jawaabo inuu isaga jawaabin marka inaad saxeejiso adiga laftaadu markaad qoraysana waxaan cazaa'imta qalbiga go'aanka qasadkiisii iyo ficilka iyo qowlkani waa laysu qoraya raqiib iyo cadid baa dadka saaran taasi dadka saa'iliintaan dhihi lahaayo waxa asaaskii ha noqoto adiga iyo ummaddu maxay inteen leeg baa su'aashan loo baahan yahay inteen leeg baana laga faa'iidayaa midna waxaan dhihi lahaa shabakadaha warbaahinta ee Soomaali Channel oo fadhiyo kamid tahay mujtamacu baahidooda rasmiga ah darsi duruusta iyo muxaadaraadka la sii daayo iyadoo muhiim ay yihiin barnaamijka su'aalaha ay ku cabiraan dadku dantooda muhiimka su'aaluhu marka idinka laftiinu inta warbaahinta aad ku jirtaan waqti badan inaad siisaan dadka su'aalaha diintooda ka qabaan diinteennuna dunyadii iyo diintiiba dadku waa u baahan yihiin haday wax baranayaan haday ganacsanayaan haday siyaasad galayaan haday ciidan noqonayaan haday shaqaysanayaan inta way u baahan yihiin su'aal diinta haday cibaadaysanayaan iska badaan marka janaalada TV-yada waxaan dhihi lahaa inay waqtiyo badan siiyaan baahida dadka malaayiinta ee ku xiran inay wax badan oo diintoodii ah ka haqabtiraan midna waa ugu dari lahaayo dee dadka ay horkeenayaan ee su'aalaha uga jawaabayaana yeena noqonin almawquudatu والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وحركة يا تي في يدي كان الله تي في يدي ضد بدون السؤالية الشباب اللي هو كان ايو وان اهل او هين ايو ليو حوي ديان بي احيدي ان الشبابان ما هين انت اصول انو حركة يسان تي في يدي كواركا وحكا الشباب ايا وضيه واركاني انو مال كفر يستو وحف فسادين باكا بدن نبي لان عليه الصلاة والسلام حوش ياخذ الزمانك مركي علماء لواي اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ما ضلوا من ايان اذن كنا هذا سبب يو كنال كي لو مري يو شران شران دي لو فولي يو عدي فوزيني سو ما ضلوا من تيدا ان نقطان يو لفتا محنة دوا
زمن كان نوال بموقشو ربا مالاها لغاسو مغضي او بادان ملايين تو ميليار كدا وادان كانالا دا تي في غوان ساس درتاد انا يكفر سادان كانالا دا تي في غوان ادي دادك سؤاله ودا الدين تو دي ايو دان تو دا كو امين ايان ان حلقا يا مسؤولية دا داريامان واجبنا واكساران يا چانس بادان يا وقت بادان اي سيان ادي انا يكفر سادان حلية مسؤولية يا قادة يان باكساران ننو حاندي لادتك سؤالها لو ايدين ايو سؤالها لو ايدين ايو marka telefishinada fariisato dadku waa kuwada daawanayaan dadka talabada cilmi ba kamida culuma kamida ninki misk isa soo saarana waa nin meel hadaf is dhigay oo wixiisa banaanka soo dhigay falaara badan iyo jawaabe iyo weerar badan ba kugu dhici waxaadan garan in hadal gasho waxa la ila man dakhala ma la yaani laqiya ma la yurdi in waxan isaga hawshiisa khuseysay heen gala wuxuusan ku farxin oo badan buu la kulmaa مكرنا وحال إلى هذا من دخل في غير فنه أتى بالعجائب وحسن أقول نك دحجرة وحلا لي أبو كذا قا قارو حارك تي في هذا فتوى بحين أيه وعبت وكرع عيسى مرع وكرع هذه اللي كبدن وضدك يسوع شيء أنا ورنا كاتشاهل كامحوها هذا وحارك دون تارك تلفيش النفر دي يا عشرة ذا دوبن والقول هي تو خائن وبين على قوي دين ما يقان ضدك هلا قبط إن هالك عيسى دكت ناس كأسطرات dadkaaga isaga dhex jirtaa ku dhaantay maalin kadib aad TV ka soo baxdo adoo leeyahay ninka sidaas ay meesha isaga ka fadhiyo jahil wuxuu ka mid jiraa khaayinka diinta uu khaldi taa uu khaldi taa uu khaldi taa uu khaldi taa uu khaldi leeyahay adiga laftaada ceeb kugu filan aakharna waa cadaab adduunkana waa ceeb marka meeshan lafteeda aan lagu degdegino waxaad ogaataan dadka su'aalaha ka jawaabayo xadiiskaabi horeere nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri man uftiya bi futya min ghayri thabt fa inma ithmuhu ala man aftaa dadka umada ninkii su'aal qalad ah looga jawaabo jawaab khaladana la siiyo dambiga ninka u jawaabay ba iska leh marka de umada dambigoodii inta xaraan iyo dambintay galaan adiga tan iyo aakhir zaman qorto inuu ka saaraado inta umado dambaajisay aakhira lagu qabsado adduunkana lagu fadhiixeyo hadii aakhir iyo adduun seeg way marka saad dartay dadka su'aalaha ka jawaabayna waxaan dhihi lahaa u fududaato ma garanayo su'aashu san garanaynin walaal su'aashan ma garanay hadba هذيك السؤال هلا ويدينا يو أنت وأخري يو وحي وقرنا يانا هاو هالشها هكا تشوابه وحونا نقرنا إنه يكون إيقا داية بهاي رهدو لا أدري ما حي كاردي ونيوم سلالة وانا قانا تانا ما قانا عزي يا شرف بيكو زيادة وحما كان ليه بايسو صدرت أن كلمات دانا وحان ليه لها ذاك السؤال هلا ويدينا يو ذاك السؤال هلا ويدينا يو إلا يحان كبر يا سبحانه وتعالى إنه حقنا نوسوه كوي حق يسو كالميستا ونقرنقو وحي نقل دمانا التوبة دي هذا يكن نقط كان نوافاتيو مدنا الخير كي وناقي كل دقيقة جديدة كصدى بعلى وما سنتي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوا ما سنت أي شيقي محمود محمد شبيلي داود إن سحب كسو قبل قبلنا برنامج كي كلن كا شبيلي الصومالي شنا لو آه برنامج تضرب الله وسؤال كسو جديد دون تا كسو جديد كرتان شيقة أدينكو أديك سنة يا عوان كا شاشة دين كرم موضوع أو آه Somali channel kulanka shibili at somali channel dot tv ciwaanka saya ku soo hagaaji doontiin su'aal walba oo arbitin sheekh inaa weydiisan su'aalaha weydi doontaan iyo qabka uu weydi doontaana sheekh wani sharaxay barnaamijku waxaan la socodsiinayaa aniga oo ah Faisal Caseer Maxamed dhanka kaamiradan waxa uu ahaa saaxiibkii Cabdirxiin Darbo waa barnaamijkii kulanka shibili iyo somali channel sheekh inaa aad baa ugu mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga uu nasiiyay sheekh Maxamed Maxamed shibili aad baa maasantaa salaam alaykum